جينا على اهدن ممنوع بلا كبه، ممنوع بلا فرن الكبه، نعرفكم عليه احدى اقدم افران الكبه يلي موجوده بلبنان. نحن عم نحكي فرن زخيا كثير معروف باهدن. مدام ثانكيو كثير لك، كلك ذوق ان شاء الله بالهنا. صحتين. الكبة الصغرتوية هي شغلة كتير أساسية طبعاً بأهدن وصغرتها، وهي ضمن ثقافة المائدة الصغرتوية. هون في 3-4-5 شغلات بنعمل بالكبة، والأهم أهم أهم شيء بالموضوع هو الفرن، ما عدا القراص. القراص اللي هلأ كمان رح نصور لكم عنها ومصورينها بحلقات سابقة. على كل، أنا كتير مبسوط اليوم أنه لحقنا لحوق فرن زخيا لنخبركم عن هيدي العملية وليش فرن الكبة له هالقد أهمية. والمضحك أكتر من هيك أنه لما تجوا على أهدن أو صغرتها وتقولوا لهم وين في فرن هون، بدكم تقولوا لهم فرن منقيش، لانه وقت تقولوا لهم فرن بدلوكم على فرن الكبه، لانه هذا الاساس بالنسبه لهم. خليكم معنا، تفضلوا على اقدم افران الكبه هون بقى. هاي طلبيه جديده. مثل ما شايفين فرن بعده محافظ على كيانه من عشرات السنين، وبتعرفكم على سركيس زخيا يلي متوارد كمان ورتينا للمصلحة. وسركيس قلت لي انه نحن الفرن الوحيد بلبنان، صحيح؟ يعني هذا النوع هذا ما بقى في منه، الوحيد تقريبا بلبنان. شو معنات ما بقى في منه؟ يعني شو شكل الفرن؟ نوعية نوعية الفرن وشكله، يعني مشان جودة الكبة يعني تطلع كثير كويسة. لانه هون نحن بصغرتها مشهورين اكثر شيء بعمل الكبه، يعني هي شغله كثير مهمه يعني، والناس بهمها الطعم الطيبه. ايه، والكبه اساس اكيد. فرن بصغرتها مش بس فرن منقيش، يعني وقت تقولوا بصغرتها واهدن رايحين على الفرن ما حدا بيعرف انه فرن منقيش هو فرن الكبه، لانه الكبه مقدسه بصغرتها وباهدن. ومشان هيك نحن كل حلقه بدنا نطل صوب صغرتها اهدن هالمنطقه، بدنا نخبركم عن شغلات جديده ومعلومات جديده عن الكبه الصغرتويه. وقت نجي نقول عن هيدا الفرن القديم من شو مكون؟ الحجر شو؟ خبرنا. هيدا الحجر نوعيته كدان، وبيشتغل على المازوت يعني مش على غاز، يعني نوره كثير قويه. لهالسبب بيعطي جوده للكبه وبيعطي نكهه طيبه. وهذا مثل ما قلت لك فرن قديم ما بقى في منه يعني. الا هذا الفرن الوحيد تقريبا بلبنان يعني. يعني موجود هون وبصغرته. بصغرته بالضبط. بس اي سنه فتحته؟ يعني نحن من ايام بجد ال 1890 وهيك يعني. يعني عمره فوق ال 100 سنه. فوق ال 100 سنه بالضبط. يعني احنا تورثنا من ستي لبي لنحن هلا. اي نعم. الله يطول بعمركم ويضلكم بهيدي الهمه. طيب سؤال، عم شوف حطب نحن حوالينا. نعم. هذا الحطب مع انه انت عم تقول لي مازوت هلا. هلا انا بحطه بكير بالفرن مشان حمي القصر ومشان ما يعطي دخون مشان البيئه وهيك. لانه المزنوط شوي مل بتشعيله لسبب بيساعدنا شوي يعني، هيدي هي بس مشان نخفف بس شحوره وهيك. الله يصح لك. ما يهمك. ليك هو هي كميه الزيت والزبده هي اهم شيء. هي اهم شيء الزيتات اللي فيها، اذا بدك تاكلها مزبوطه بده يكون فيها مغطيه بالزيت. اها. ايه لحتى تطلع جودتها منيحه. يمكن هذا كمان بيميزها غير فرن غير طعمتها، بيميزها قد ايه بتبقى مليانه يا زبده يا زيت. زيت أكتر شيء. صح. زيت أكتر شيء. هيدا التقليد المهم جدا بأهدن وصغرتها، نخبركم عن تفاصيله ونخبركم عن إحدى أقدم أفرانه اليوم. سركيس شكرا كثير لك، تشرفنا بمعرفتك. شرف لإلنا. وكل التوفيق لك. مكملين معكم، خليكم معنا. هيدي تقليعة حلقتنا، بعد في أكثر من شغلة بتعرفوا، لحقنا وجينا على أهدن، يعني الحلقة بدها تكون غير شكل.